السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي مساكم في كل خير ويمن وبركة وطاعة ومغفرة من الله عز وجل. زي ما قلت لكم يا جماعة، بداية المغامرات ولكل بداية نهاية. يعني يؤسفني أني أقول لكم راح تكون هذه آخر مغامرة لي في المملكة العربية السعودية، وبتصير في مغامرات إن شاء الله جديدة من نوع مختلف، لكن برا المملكة العربية السعودية فيكون في مغامرات نفس الطريقة لكن في أماكن مختلفة. هذه بمشيئة الله عز وجل بتكون آخر مغامرة لي هنا. بعدها بصير أنزل لكم المقاطع المرعبة اللي صارت لي في مغامراتي على برنامج تيك توك. حبيت أختتم مغامراتي أو سلسلة المغامرات في بيت الشيطان، اللي هو يعتبر أقوى موقع أنا دخلته في مجال مغامراتي السبع سنوات. جد أقول لكم أحبكم كلكم والله العظيم، وكبرتوا معاي. يعني خلال سبع سنوات كبرتوا معاي وتعرفت على أشخاص جد أنا حبيتهم وهم حبوني وبس هذا اللي حبيت أقوله لكم. في اليوتيوب راح يكون في نفسها مغامرات لكن مختلفة شوي، راح يكون في محتوى جديد لكن هو في المغامرات لكن محتوى مختلف شوي. عموما أخوي راشد اليوم عنده مغامرة، هذا حسابه على يمين الشاشة، وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حصنت نفسي بلا إله إلا. نقول أعوذ بكلمات الله. والله يا جماعة أنا قاعد أتكلم معكم أقسم بالله في أصوات داخل، لا إله إلا الله، الله القوي وأنتم الضعفاء. الله يستر، هذه آخر مغامرة لي. سمعتوا؟ هذه آخر مغامرة لي، الله يطلعني منها سالم يا رب. الله، والله يا جماعة الباب قاعد يطق، والله قاعد يطق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله القوي وأنتم الضعفاء، الله القوي وأنتم الضعفاء. من متى مهجور هذا يا جماعة؟ من 2000.
ثم طلع في صوت. يا رب محمد في صوت. اخواني خواتي استودعوني. يا جماعة الجراب طاح. جماعة استودعوني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله القوي وانتم الضعفاء. يا ويل امي، حسبنا الله انتم الضعفاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جماعه راشد جاسم اللي حولي يجيني. لا إله إلا الله. لا 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 يا جماعة، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودعه، وأترككم في حفظ الرحمن ورعايته في أمان. يا جماعة معليش لا تزعلون مني، والله العظيم إني أنا خايف إني يجيبني أي شيء ولا يصير فيني أي شيء. شوف الموقع، أقسم بالله رعب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا خلاص اخواني خواتي استودعتكم الله الذي لا تضيع ودعاه، واترككم في حفظ الرحمن ورعايته في امان الكريم.